إن شاء الله. طيب، فيما يتعلق بسنان أوغان، رأيناه مبتسما فرحا في حفل تنصيب أردوغان وهو لم يأخذ حتى أي منصب. يمكن الرئيس أردوغان وأيضا المصادر الإعلامية التابعة لحزب العدالة والتنمية أشارت إلى أنه لم تتواجد أي نوع من أنواع المساومات، فقط محادثات فيما يتعلق بمصلحة الشعب التركي. وبالفعل يعني الأحداث تثبت بأن سنان أوغان لم يتحصل على أي منصب. بماذا تعلق على هذا الأمر؟ أنا في الحقيقة أرسل تحية كبيرة لهذا الرجل، رغم أنه يعني كان ضد المرشح الذي كنت شخصيا أود أن يعني يفوز، وقد فاز، ولكن سنان أوغان أيضا فاز. أنا أظن أن سنان يعني فاز بحب الشعب، فاز بنفسه، فاز بمبادئه، حببني في الاتجاه القومي المثالي أو القومية المثالية التي ينتمي إليها في هذا البلد، القومية المحافظة المثالية. هذا الرجل يعني طبعا جاء حل ثالثا في انتخابات الرئاسة، وساومه المرشحين الآخرين، أو بمعنى أصح طمع في أصواته كلا المرشحين الآخرين، أمر طبيعي. لم يساومه الرئيس أردوغان وأعلن ذلك، قال لن أساوم، ولكن أراه قد فعل فعلة يعني سياسية، وقال لماذا أكون وزيرا؟ يعني أنا أذكر كلمة سنان، الدكتور سنان، ولماذا أكون وزيرا عندما يمكن أن أكون نائبا للرئيس؟ وساوم كليتشدار وأوقع كليتشدار في الفخ، ثم أعطاه ظهره، أعطى وجهه للشعب التركي لمبادئه. كل التحية للدكتور سنان على وقفته مع الشعب التركي